فالنهاردة بنلاعب فرقة مصر المقاصة، فرقة تحترم، مدير فني يحترم، كل الناس عاملة حسابات المباراة دي، مباراة لا تقل عن مباراة الإسماعيلي يا كابتن فاروق. لعيبة جواهم لعيبة جامدة جدا، منهم هداف دوري 8 أهداف عندهم اتنين يا كابتن، اتنين عندهم حسين الشحات وجون أنتوي. وجون أنتوي ده راجل كان بيلعب عندنا وإحنا عارفين إمكانياته كويس قوي، ولعب برا مصر وخارج مصر محترف. الفرقة كلها مكملها إن هم ابتدوا الدوري متأخر شوية صحيح. إنما الفرق الكبيرة اللي هي برضو هتمثلنا في أفريقيا زي مصر المقاصة بيقدروا يعرفوا الطريق تاني إزاي، بيقدروا بسرعة يلموا أوراقهم، بيقدروا يتعرفوا على أنسب الناس اللي هي تبقى مسؤولة عنهم. الإدارة عندهم واعية جدا وعارفين إن الإدارة أساس كل شيء طبعا. وحضرتك كنت استضافت هنا مجلس الإدارة هنا ومسألة